السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة جديدة علشان تقدر تحصل بيها على رقم أمريكي لتفعيل الواتساب. في ناس بتستخدم الرقم الأمريكي ده لو هم عندهم مثلا متجر على جوجل، بتقدر تستخدم الرقم ده بحيث إن هو يكون مميز لهم. وفي ناس بتقدر تستخدم الرقم ده علشان تفعل بيه حسابات على مواقع الذكاء الاصطناعي، بما إن هي طلبت تفعيل عن طريق الواتساب. الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تعمل الحاجتين دول من خلال الرقم الامريكي اللي نقدر نجيبه من التطبيق اللي هتنزله من على جوجل بلاي. التطبيق متاح جدا على كل الهواتف، لكن الفكره كلها ازاي تقدر تحصل على الرقم ده علشان تخلي ليك يعني حاجه مميزه او رقم مميز للمشروع بتاعك. يلا بينا كده على الشرح ونشوف كده مع بعض علشان ما اطولش معاك وقت الفيديو، ويا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه ويلا بينا. تعالوا بيا كده نعرف ازاي نقدر نجيب رقم امريكي علشان نقدر نفعل بيه الواتساب، ومن الواتساب نقدر نجيب منه حسابات على مواقع الذكاء الاصطناعي. بس الشرح هيبقى ازاي تفعل الواتساب برقم امريكي. هنشوف مع بعض كده. انت بتروح عندك الاول هنا على كلمه تنزل تطبيق اسمه بانج مي، وفي تطبيق اسمه تو ان ار. التطبيقين دول مهمين جدا علشان تقدر تجيب منهم رقم امريكي. دلوقتي انا هفتح معاكم بينج مي هنا. بعد كده بيظهر لك هنا العلامات دي، بيقول لك هنا الدليل بتاع التطبيق. انت بس كل اللي عليك هنا بتروح على كلمه بروفايل هنا، وبتنزل تحت كده شويه بتضغط على كلمه لوج ان، ومن هنا بتختار رقم التليفون. خلي بالك بقى من النقطه اللي انا هعملها دي. بعد كده بتروح عندك على تطبيق اسمه تو ان ار. هرجع تاني كده على التطبيق بتاع اللي هو تو ان ار، وبتضغط على العلامه الحمراء دي. بعد كده بتضغط على كلمه اي اجري، بتروح في اي جنب كده بتضغط ضغطه كده على الشاشه وبتختار اي رقم يظهر لك. بتكتب هنا الاسم بتاعك. طبعا قال لك هنا الكباتشه في مشكله، بترجع تاني خطوه بتختار تاني كده. قال لك برده نفس الرساله، بتعمل ريفرش كده للرقم. بعد كده بتضغط على الرقم تاني لحد ما يظهر لك الكباتشه دي. بتكتب هنا اسمك اي اسم. بعد كده بتحدد المميز يكون هنا، تكتب الكباتشه بتاعك بس يكون صح، ما تغلطش في اي حاجه خالص. بعد كده ما تنساش تضغط على علامة الصح دي، ضغط واحدة كده وبتعمل سيف ذيس نمبر. بعد كده بيقول لك ان الرقم بتاعك هنا اهو. كل عليك بس انك بتروح على بينج مي وبتبدأ تكتب الرقم بتاعنا. بس قبل ما نيجي نحدد بتكتب رقم بولندا. هنكتب بولندا هنا، نختار العلامة دي اللي هو بلس 48، ومن هنا بتكتب الرقم بتاعك. الرقم بتاعك اللي هو 459 459، وبعدين ترجع تاني هنا نقول 061 413 عندنا، تمام 061 413. وبعد كده بتروح عندك العلامة دي، بتروح تسحبها سحبة كده لحد ما يظهر لك كلمة verified successfully. بعد كده بتضغط على العلامة دي وبتستنى لحد ما يوصل لك الكود بتاعك. هتستنى هنا كده بس شرط يكون العلامة دي لونها أخضر علشان يظهر لك الرقم. هتستنى كده شويه لحد ما يظهر لك هنا في المسج بيقول لك هنا جرى الاتصال او عمل الاتصال بيك. بتفتح هنا التطبيق بتاعك. بعد ما يتصلوا بيك على طول، المهم تكون انت سامع الرساله كويس، بتضغط على كلمه اوكي. خلاص انت كده جالك هنا كريدت، ولكن انك كسبت الكريدت علشان تقدر تشتري بيه رقم امريكي. طيب دلوقتي بيقول لك هنا جيت 3 3 نقاط بعد ما تتفرج على الفيديو ده لحد ما تعدي كده ال5 ثواني، وبتقول له هنا كلوز. تمام. طيب دلوقتي ادي كده الكريدت بتاعتي، شوف شكلها عامل ازاي. لكن الفكره كلها بقى انك بتروح عندك على كلمه نمبرز هنا، وعلى طول بيدي لك رقم امريكي بعد ما تضغط على كلمه جود فيرفايد هنا. بعد كده انت بتروح تضغط هنا على العلامه دي وبتعمل سيلكت وتكتب هنا واتساب واتساب، وبتختار الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، عادي أي حاجة من دول. بعد كده على طول تستنى شوية لحد ما يتم إرسال رقم، بعد ما نضغط على كلمة نكست هنا هيظهر لك كذا رقم من الأرقام اللي قدامك دي، اختار أي واحد فيهم. كان شغال على تشات جي بي تي أو بشتغل على الواتساب عادي جدا. تروح عندك على برنامج الواتساب، بعد كده بتختار هنا المملكة المتحدة، أو لو أنت اخترتها الولايات المتحدة مفيش مشاكل. بعد كده بتكتب الرقم بتاعك، ومن هنا بتضغط على كلمة التالي وبتستنى لحد ما يظهر لك رسالة على التطبيق اللي احنا كنا شغالين عليه. لو قال لك تم حظر باستخدامه، اللي أقول له إلغاء واختار أي رقم تاني يعجبك، ونفترض إن أنا هختار الرقم ده.
برجع تاني هنا بقوم ماسح الرقم اللي انا كنت كاتبه وبكتب الرقم الجديد بتاعي. المهم يكون الرقم في الاخر يطلع شغال، وتضغط على كلمة التالي هنا وعلى طول هيقول لك انا برضو كلم فريق الدعم، تضغط عليها كده وقول له ان المشكلة ديت حصلت معايا اكتر من مرة، بس هنختار الرقم الاخير اللي هو بتاعنا ده، هنختار نخليه مثلا الولايات المتحدة. بتروح عندك هنا بتكتب هنا رقم 1، وبعد كده بتروح عندك على التطبيق تاني علشان تبدأ تسجل الرقم. بعد ما سجلت الرقم قدامك بالشكل ده كده بضغط على كلمة التالي ونشوف هيعمل ايه. قالك كده لقد ادخلت رقم الهاتف ده، تقول له هنا موافق، وبتستنى لحد ما يتم ارسال رسالة نصية، هتقول له هنا اوكي، وترجع تاني للتطبيق تشوف الرسالة وصلت لك ولا ايه نظامها. ترجع تاني هنا للمسج زي ما انت شايف كده، قالك هنا كود الواتساب. طبعا انت بعد ما تكتب كود الواتساب ده هنا على طول هيفتح معاك الواتساب الامريكي علشان تقدر تفعل بيه حسابك على تشات جي بي تي. يبقى احنا كده استخدمنا التطبيقين دول على بينج وعلى تو ان ار علشان نقدر نحصل على رقم امريكي نحطه هنا على الواتساب. زي ما انا قلت لك تقدر تستخدمه على انك مثلا عايز تفعل حسابات تشات جي بي تي، لو انت عندك متجر الكتروني ممكن يكون رقم مميز ليك، لو انت حبيت تستخدمه عشان تتواصل مع العملاء عندك على المنصه بتاعتك اللي انت شغال عليها، او ممكن يكون ناس بتستخدمه علشان تقدر تفعل بيه حساب على تشات جي بي تي موقع الذكاء الاصطناعي. هو الرقم بيبقى مؤقت يعني مش هيبقى معاك دايم على التطبيق ده، ولا سيبهولك الرابط في الوصف او التعليقات. وبكده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. روابط البرامج والتطبيقات اللي انا استخدمتها في الفيديو هتلاقيها موجودة في الوصف او التعليقات، واشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة.